Beckham. Beckham now to Owen, and here's another Owen run. He's going to worry them again. It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal! What an amazing moment! إن كان للبرازيل لاعب ظاهرة استثنائي في تاريخها، فإن إنجلترا مهد كرة القدم لديها أيضا مثل هذا الاستثناء في كرتها. الاستثناء يدعى يا سادة مايكل أون. مثل هذا المهاجم الظاهرة في العصر الذهبي لجيل كرة القدم الإنجليزية، فعشاق البريمير ليج وعشاق الريدز ليفربول كان لهم شرف مشاهدة هذا المهاجم الفتاك، وهو يمزق دفاعات الخصوم بسرعته الرهيبة. اللاعب البريطاني الوحيد الحاصل على الكرة الذهبية في بداية الألفية في سنة 2001، آخر كرة ذهبية قبلها للإنجليز كانت في سنة 1979، وحاملها كان المميز أنذاك الملك كيفن كيغن. هذا الرقم القياسي لا زال حيا ولم يحطم للآن. المهاجم الذي استطاع أن يكون هداف الدوري الإنجليزي وعمره 19 سنة فقط. إذن يا سادة، أين تتجلى عظمة مايكل أون في عصره؟ اسمعوا قصته مني. مرحبا بكم معايا اليوم في لاتو سبور، متعتها حلاوتها إثارتها وتنوع محتوياتها على بركة الله. ولد مايكل جيمس أون في 14 ديسمبر 1979 في تشستر في إنجلترا، ويعتبر الطفل الرابع للزوجين جانيت وتيري أون. كان والده لاعب كرة قدم محترف، لعب مع تشستر سيتي وإيفرتون. من والده عشق الطفل مايكل كرة القدم، بدأ يداعب الكرة وهو ابن 7 سنوات، حيث في ذلك الوقت اكتشف أبوه موهبته الفذة وأن موهبة الصغير تفوق بقية أشقائه. الطفل مايكل كانت ترافقه الكرة في محفظته، وكان دائما يلعب مع زملائه بعد المدرسة لتصبح الكرة صديقه المخلص في طفولته، وشكلت جزءا كبيرا من حياته. في سن 8 التحق مايكل أون بأكاديمية سكول بوي لكرة القدم، نفس الأكاديمية التي أخرجت وأعطتنا النجم واين روني يا سادة. هناك بدأ مايكل أون في صقل موهبته. في سن 10 من عمره كان هذا مايكل قادرا على تسجيل 97 هدف في موسم واحد، سجل استثنائي للطفل في عمر 10، مما أثار اهتمام الكشافة في إنجلترا. برايان كيد كشاف المواهب في مانشستر يونايتد أراد خطف الطفل لأكاديمية الشياطين الحمر، ثم كان هناك اهتمام تشيلسي وأرسنال المدفعجية، لكن ستيف هيغواي كشاف الريدز ليفربول كتب رسالة مباشرة للطفل أون مقنعا إياه بالانضمام لأكاديمية الريدز. في سن 14 سنة تم استدعاؤه لمنتخب الإنجليز تحت 15 سنة. ماكينة الأهداف مايكل أون بدأت من هناك. الحصيلة كانت 28 هدف في 20 مقابلة مع المنتخب تحت 15 و16 سنة. السجل الاستثنائي. لعب مايكل أون في ناشئين ليفربول وسجل العديد من الأهداف، خصوصا في منافسة الكأس.
ففي موسم 95-96 واصل جذب الانتباه. We'll be right back.
في رحلته مع نيوكاسل عانى كثيرا من الأصابات والأعطاب ليكون خارج المسابقة لمدة 5 أشهر بعد إصابة تعرض لها ضد توتنهام. بعد عودته من الإصابة كانت لأون مكانته في المنتخب الإنجليزي المشارك في مونديال 2006 بأرض الألمان. في أول مباراتين كان أون حاضرا بقوة مع إنجلترا، لكن في مقابلة السويد وأمام الكاميرات اللقطة تتذكرونها لقطة شهيرة، يسقط أون على الأرض لوحده رغم عدم وجود أي احتكاك مع أي لاعب ليخرج من المنافسة وتتوقف مسيرته. الإصابة شخصت ساعتها على أنها تمزق للأربطة. بسبب كثرة الإصابات لم يريد نادي نيوكاسل تجديد عقد مايكل أون، ففي 4 مواسم مع نيوكاسل لعب أون 98 مقابلة، سجل فيها 29 هدف وصنع 2. بعد خروج أون من نيوكاسل تكون الوجهة ملعب الأحلام وناديها الشياطين الحمر في صفقة غريبة أنذاك. مايكل أون يتقاضى أجرا على كل مقابلة يشارك فيها فقط، لكن المانشستر كانوا أبطال إنجلترا وفريق الأحلام. انتقال أون للشياطين الحمر اليونايتد سبب له كرها وحزازات مع جماهير الريدز ليفربول، فتلك الجماهير التي رأته أسطورة سابقة أصبحوا يرونه خائنا الآن. في موسمين مع الشياطين الحمر كان مايكل أون طوال المدة لاعبا احتياطيا، خصوصا وأن الإصابات تفاقمت عليه بعد تقدمه في السن، مما أدى إلى التفكير في إنهاء مسيرته الكروية. بعدها أون يتغاضى عن الفكرة وينتقل إلى ستوك سيتي لينهي مسيرته الكروية في سن 34 سنة. السؤال المطروح، ماذا كان سيكون حال مايكل أون لولا كثرة الإصابات؟ ففي خلال مسيرته الاحترافية سجل أون مايكل 222 هدف وصنع 58 هدف من 481 مقابلة في جميع المنافسات مع الأسود الثلاثة. ورغم عدم فوز مايكل أون معهم بأي لقب، سجل 40 هدف ليصبح سادس أكبر هداف في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. كانت هذه اليوم يا سادة قصة ظاهرة إنجليزية من لاعب انفجرت مواهبه في سن مبكرة ليصبح أسطورة في نادي التاريخ الريدز، ويصبح بعدها لاعبا خائنا عند جماهيرها وتدمره الإصابات والأعطاب.